السلام عليكم، مرحبا بكم معنا كاملين في هذا السيمينار هذا اللي غيجمع بين البطلين بحر الله وعبد الحق والنصيري عبد العالي. بجوج بهم قدموا واحد المستوى اللي كبير تبارك الله، اللي في اول يوم من انهم يكونوا من بين لي فيناليست ديال هذه البطولة هذه. نتمنى لهم حظ موفق. لاكاس بروميكاس كاينه عند عبد الحق. الحق كي كونفيرمي لي جون كتخلي المنتاليه ديالو. كي اون بوسيش و كي باسي لا مان العالي العالي لي كيدخل على لي روج ديالو، كي اون بوسي الاولى تحت على لي كيعاود بوسي لا دوزيام بي. كي اون بوسي او فون تحت على اليسار، كيدخل على دو بلون بوش مي ما كيتمكنش، كيطيح لابي جون ديال عبد الحق كيباصي لما عبد الحق. بوشي خرج ميليو عبد الحق يدخل على بند خويا ميليو، ولكن مكيتوفقش كيبصي لما اللاعب عالي هو يحاول باش انه يونبوسي ميليو كيتمكن. لعب بالصوصة بالصوصة أكيد ممكن تشوف أنه هي بوسي كي باسي لما عبد الحق. بزاف العوامل تأثروا على النيفو ديال الدراري بحكم أنهم سالي النهار هذا. الإرهاق البدني كاين، عاش شوية ديال الستريس تيخلي بنادم باش أنه ميعطيش داكشي اللي عندو 100%. نتمنى من اللاعبين بجوج باش عندهم يتخلصوا من اللعيبة ديال العياء. نصيري ماشي اوبوفيش سي باسي لما لعب الحق الذي شوية بعيدة. أبوشي نفس الوقت تيدي لنوار درو لكن فيه لا ديغني بي جون ديال عبد الحق مش كيسهل على راسو هاد المأمورية. شوفو بيان جوي بيان جوي، نقدرو نقولو 1-0 صالح بحال عبد الحق. بالفعل النتيجة كتولي 1-0 صالح بحال عبد الحق. Thank you.
هي حسام حسام كيقول خويا علي ديالك اخويا، تحية محمد سعيد العلوي متابع معنا هذا اللقاء. لا بعد الله يدخل على الهوش شوفو وش قدر يسالي النصب اللي عنده ولا لا. اكسيرو كيلعب مليون قية كينوض بها ديك لافي اللي كان عنده فيها المشكل. تتصح الضربة شي اللي متخليش ان الكرة طيح غاص على الزعماء ديك الطاقة هكا الله حاولي لعب كوريسيون مي متمكنش نفس الوقت مخلاش شي كورة مزيانة اللاعب عالي شوفو عالي كيفاش غيتعامل مع هاد لابي كيلعب سون فوت كيبصي لما لعب الحق الحق اللي غيدخل على فرانسيس على اليسار تمكن من انه يأبروشي تيخرج كيف ما بغا نقدر نشوف واحد انكو ديفونسي من عند عبد الحق هنايا كينود كوارد اللي كان عندو ميتين و كيباسي لما لعلي دورو اللي كيلعب بسرعة ما كيونطوشيش كيرد عبد الحق اللطب الحق هنا كيلعب نقطة تيك ينجو الحق كلاب الكرة كانت ميزة شوية تحت كيعمق فيها مي كيخرج شوية بعيد شوف كيفاش غيتعامل برافو 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 الحق سيلعبش هاد الكرة مزيان